ياسمين والتفاؤل على حضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم صباح الورد. وصباح الورد عليك يا احمد. صباح الورد عليك يا مها، وصباح الورد على كل مشاهدينا. يا رب يوم جديد مليء بالتفاؤل والامل ان شاء الله على كل الناس. صباح الورد على كل مشاهدينا في كل مكان. النهارده يوم مميز في حياه تاريخ مصر والمصريين، لانه زي النهارده من 67 سنه تحديدا كان صباح يوم الاربعاء 23 يونيو من عام 1952 كانت انطلاقة شرارة ثورة يوليو المجيدة اللي عادت مصر المسار الصحيح في كل المجالات، وأهمها طبعا جيشنا العظيم اللي أصبح من أقوى وأعظم جيوش العالم وأصبح فخر لكل المصريين والعرب كمان. طبعا احنا عايزين نقول ان ثورة يوليو اللي قام بيها ابناء الوطن المخلصين، وده عشان استعادة السيادة والكرامة ولإعادة بناء الجيش المصري والاقتصاد المصري، وكمان لاستعادة العدالة الاجتماعية والتخلص من آثار الاستعمار والحكم الدكتاتوري وخلافات المصالح والأغراض الشخصية لصالح الوطن الأم. ايه رأيكم نسترجع مع حضراتكم دلوقتي شعور الثورة وننقل للأجيال الجديدة روح الحدث المهم ده على لسان واحد من أهم صناعه؟ يمكن الأسئلة الفترة اللي فاتت كانت بتدور في ذهن كثير من الناس الفترة الأخيرة تحديدا، الحقيقة ما كانش فيها إجابة بشكل واضح. كان السؤال عن تأثير الثورة بشكل حاسم. السؤال المصريين كانوا بيقولوا إيه؟ أفضل حالا المصريين بعد الثورة ولا كانوا أحسن قبل الثورة؟ إجابات بديهية اتقالت كتير وملموسة، لكن المصريين ما اقتنعوش، وآثار الثورة موجودة لحد دلوقتي على فكرة في ملامح الوطن، لكن إحنا قلنا نعرف أكتر ونعرف تفاصيل أكتر ونفهم أكتر من طبعا ضيفنا اللي هيكون منورنا دلوقتي على الهواء مباشرة، سيادة العميد طبعا أحمد الشربيني عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، الكاتب والمؤرخ طبعا المعروف. صباح الورد يا فندم. طب نعم. لحد ما يرجع لنا دكتور أحمد مرة تانية، يمكن ما كنا بنتكلم تشتيت حصل كده مصطنع أعتقد بالنسبة للمصريين ما بين الثورة كان المصريين أحسن قبل الثورة ولا بعد الثورة. بص، هو في خناقة كده هي دايما كل سنة على فكرة كل الثورات بتحصل كل سنة على وبدأت تبان على السوشيال ميديا طبعا، يعني يمكن الناس الأول كاتبينها وبين بعض وهم قاعدين قبل اختراع السوشيال ميديا، يقعدوا بقى يقولوا أيام الملك وأيام بعد الثورة إيه الأحسن إيه الأفضل، فالديبيت دي أو الجدلية اللي بتحصل دي طبيعية جدا. لكن احنا برضو عايزين نعرف الحقيقة فين، يعني برضو في الآخر الناس عندها فضول، طب هو فعلا يا جماعة المصلحة العليا كانت فين؟ ما هو أي مرحلة ليها سلبيات وإيجابيات، مفيش حاجة كده كاملة. انت قلت نقطة مهمة جدا، المصلحة العليا بالظبط. عارفة ليه؟ لأن الجدل اللي حصل ما بين ممكن يكون المستفيدين من مصالح معينة قبل الثورة والمستفيدين بعد الثورة، فهنا في مصلحة عليا بقى هي اللي بتحدد مصلحة الوطن. خلينا بقى دلوقتي نروح كمان نشوف بيان الثورة المجيدة ونرجع تاني علشان نكمل كلامنا. فريضة موجهة على لسان الشعب أن يغادر جلالته البلاد قبل الساعة السادسة من مساء اليوم. بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. شفنا مع بعض وسمعنا بيان ثورة يوليو المجيدة بصوت البطل الشهيد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وده طبعا تاريخ مهم جدا. يمكن الناس هتقعد تقولك انت ليه كل سنة بتتكلم عن الموضوع؟ لازم نتكلم لان في اجيال بتتولد بتبقى ما عندهاش فكرة ايه اللي حصل، فمهم جدا ان احنا نعرض ده ونحاول بقدر الامكان نعرض الحقيقة كمان علشان الجدل اللي بيحصل تقل المسافة بيننا. خلينا مها نروح اكتر ونستفيد اكتر ونأرخ اكتر الأجيال الجديدة زي ما قالت مها، ومعنا دكتور طبعا أحمد عميد كلية الآداب وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. يا دكتور صباح الورد. صباح الخير يا فندم، أهلا أهلا. يمكن كنا بنقول إن في سؤال بيسأله المصريين منذ عدة سنوات عن حال المصريين قبل وبعد ثورة يوليو 52، نتعرف عن حضرتك أكتر عن الحال ده وحضرتك تشرح لنا أكتر حال المصريين قبل وبعد ثورة يوليو.
نعم، قبل 1952 طبعا الوضع كان في مصر معقد ومؤزم على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي. على المستوى السياسي، رغم ثورة 19 وتصريح 28 فبراير ودستور 23، لكن المسألة السياسية المصرية كانت ما زالت تراوح مكانها، والمفاوضات التي دارت في ظل دستور 23 حتى 52 لم تفضي إلى شيء ولم تصل إلى نتيجة، وظلت القضايا المعلقة منذ ثورة 19 وحتى 52 واتفاقية الجلاء 54، ظلت هذه القضايا قضايا معلقة ولم تصل أي من المفاوضات التي دارت بين المصريين والإنجليز في هذه المرحلة إلى نتيجة. على المستوى الاقتصادي، كان المجتمع المصري اقتصاده اقتصاد تابع، واقتصاد بيعتمد على قطاع واحد وهو قطاع الزراعة، وتحديدا محصول القطن. ورغم محاولات بنك مصر لتمصير الاقتصاد المصري وتنويع قطاعات الاقتصاد المصري، لكن هذه المحاولات كانت بطيئة جدا، وده ترتب عليه أنه المجتمع المصري كان بيعيش أزمة اجتماعية، لأن الحلول الاقتصادية لم تساعد في حل المسألة الاجتماعية المصرية، وبالتالي كانت مصر تعيش حالة من الخلل في توزيع الثروة. في عندنا طبقة تمثل 0.5%، هذه الطبقة هي التي تسيطر على كل مصادر الثروة في المجتمع المصري، وعندنا نسبة المعدمين في الريف بتصل إلى 40%، وفي المدن أيضا لم تكن تقل عن هذا، بالإضافة إلى أن ثالوث الفقر والجهل والمرض كان يطحن المجتمع المصري طحنا شديدا. ثورة 52 جاءت في ظروف صعبة جدا، ظروف معقدة، المجتمع الدولي كان بيمر بمرحلة تحول، الحرب العالمية الثانية انتهت، إنجلترا لم تعد إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية نجمها بيسطع وبيعلو بشكل كبير جدا، الحرب الباردة انطلقت، المسألة الاجتماعية في مصر كانت بتتعقد، حرب 48 وتأسيس الدولة اليهودية كان قاب قوسين أو أدنى من الظهور أو الحسم، وبالتالي ثورة 52 ظهرت في هذا التوقيت المعقد والصعب. المسألة السياسية معقدة، الوضع الاقتصادي متشابك ومعقد، والمسألة الاجتماعية متأزمة، وبالتالي كان على ثورة 52 أن تطرح حلولا لهذه القضايا المعقدة والشائكة والتي يعاني منها المجتمع المصري منذ مطلع القرن العشرين. نجحت الثورة في الدخول في مفاوضات مع انجلترا تحت ضغط، الضغط الذي كلنا نعرفه من المقاومة والمواجهة مع الاحتلال، وانتهينا إلى اتفاقية الجلاء 54، ثم الرحيل النهائي سنة 56. على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، الثورة بدأت تطرح حلولا للمسألة الاجتماعية وتضع خططا للتنمية الاقتصادية، وهذا أدى إلى حدوث تغير كبير في المجتمع المصري. أعتقد يعني هذا التغير لا يمكن أن يلمسه جيل، لأنه أنت في التحولات الاجتماعية والاقتصادية بتحتاج إلى وقت حتى يدركها أبناء هذا المجتمع، لكن الوضع تغير. الثورة نجحت في أن تواجه إلى حد كبير ثالوث الفقر والجهل والمرض من خلال قانون الإصلاح الزراعي، من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت، لكن طبعا مستحيل أنه ثورة بتواجهها هذه المشاكل وهذه التحديات، ومشاكل بقالها عقود طويلة جدا يمكن أن تعالج في غضون عقد أو عقدين من الزمان. دكتور، يعني وإحنا بنتكلم على عنصر مهم جدا من توابع ثورة 23 يوليو اللي هي اتفاقية الجلاء، البعض بيقول أنه اتفاقية الجلاء دي كده كده كانت هتتم ما بين الملك وما بين الاحتلال الإنجليزي، فما كانش في داعي أنه هذا التحرك يتم لأن دي كانت اتفاقية محسومة. ما مدى صحة هذا الكلام؟ هذا الكلام مردود عليه، لأنه كل المفاوضات التي دارت بعد ثورة 19، بداية من مفاوضات سعد ميلنر ومرورا بالمفاوضات التي دارت بين النحاس وصدقي والمسؤولين البريطانيين، كل هذه المفاوضات لم تحسم التحفظات التي أقرها تصريح 28 فبراير، وظلت مسألة الجلاء مسألة معقدة جدا، وانجلترا تحاول أن تلتف عليها، وقضية السودان أيضا كانت من القضايا العالقة. لكن اللي أنا عايز أقوله أنه حتى
معاهدة 36 التي عقدت قبيل الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب العالمية الثانية الطرف المصري كان يطالب بإعادة النظر في هذه الاتفاقية وفق ما اتفق عليه عند توقيعها بعد أن انتهت الحرب، ولكن إنجلترا ربطت إلغاء هذه الاتفاقية أو إعادة النظر فيها بدخول مصر في مشروع للدفاع عن الشرق الأوسط وأن تتحول منطقة قناة السويس إلى قاعدة لهذا المشروع. وبالتالي كان هناك الحديث الذي كان يدور عن الجلاء كان مرتبطا بقبول مصر بالانخراط في مشروع للدفاع عن الشرق الأوسط تمثل هي مركز هذا المشروع، وهذا كان مرفوضا من الجانب من النخبة السياسية التي كانت موجودة في هذا التوقيت بدعوى أن التحرر السياسي أولا ثم والاستقلال أولا ثم بعد ذلك يقرر النظام السياسي ما يراه في هذا الأمر، لأنه لا يمكن أن يدخل في مفاوضات من أجل الانخراط في مشروع للدفاع عن الشرق الأوسط وهو غير مستقل سياسيا أو لم يتحرر سياسيا. والدليل على هذا أنه معاهدة 36 تم إلغاؤها من طرف واحد بعد أن فشلت كل المحاولات التي كان من المنتظر أن تؤدي إلى الجلاء. فهذا الكلام كلام يعني مردود عليه وكلام غير منطقي. حتى اتفاقية الجلاء قبول إنجلترا بها والرضوخ للدخول في المفاوضات لم يأتي إلا تحت الضغط ولم يأتي إلا تحت الكفاح المسلح الذي كلنا نلمسه بداية من أحداث الإسماعيلية ومرورا بما كان يحدث في القاهرة وغيرها من المدن المصرية الأخرى. بالإضافة إلى هذا أن إنجلترا بعد الحرب العالمية الثانية وزنها السياسي والاستعماري بدأ يقل، والدليل على كده أنها اعترفت سنة 47 بالتخلي عن الهند واستقلال الهند وباكستان. وبالتالي بما أنه مصر ومنطقة الخليج والمنطقة العربية تمثل الحديقة الخلفية للهند كان من المنتظر يعني أن يكون وضعها في هذه المنطقة يعني بإرادة أبناء هذه المنطقة، وهذا ما تحقق بعد ثورة 1952. كل الشكر للدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الأداب وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. شكرا يا دكتور، وضح لينا مفاهيم كثير مغلوطة، وأهم حاجة قالها الدكتور يمكن أنا ركزت فيها اللي دايما دي اللي بتبين الفروق ما بين ثورة والأخرى، وهو الاقتصاد. كان بيتكلم على الاقتصاد قبل الثورة أنه اقتصاد تابع وكان بيتركز في الزراعة، وكلنا طبعا درسنا في كتب والقطن طويل التيلة. اقتصاد تابع يبقى أنت مش تحت سيطرة اي حاجه بتقدر تديرها غير ان في حد بيدير اقتصادك، فاذا انت كل المنافع الاقتصاديه اللي ممكن تستفيد منها الدوله او المصريين كانت تحت توابع كثيره جدا. شكرا لدكتور احمد كمان طبعا. وانت بتتكلم يا احمد على موضوع الاقتصاد، يعني دلوقتي مثلا القياده السياسيه ومن قبل كمان بقدر الامكان كان في محاولات دايما لدعم الصناعات الوطنيه. صحيح. اللي كان بيحصل ايام الاحتلال انه كان بتتاخد المواد الخام باسعار بخسه جدا وينتجها في بلده ويجي يبيعها لك باعلى الاسعار، فده كان نهب واضح وصريح وممنهج لثروات الاستهلاك. انت يعني مستهلكه مش بالزبط. طبعا انت اللي بتديري اقتصاد. الكلام محترم جدا طبعا بتقولها مها، وده يمكن مهم جدا. احنا بس اقتصادنا اللي مش بقى حر، احنا كمان قررنا بقى حر، ودي تفرق كتير جدا، ودي نجاح للثورات الاخيره. طيب احنا بمناسبة ثورة يوليو فإحنا فقرتنا الثانية النهاردة هتكون احتفالية لإحياء ذكرى الثورة مع الغناء ومع كورال الأطفال بقيادة المايسترو أحمد حسام، مايسترو فرقة دوري مي. وطبعا يعني مش أول مرة ينورونا في صباح الورد، وحيغنوا أغاني وطنية بمناسبة ذكرى 67 لثورة 23 يوليو. طيب فقرتنا الأولى هتكون معانا إن شاء الله المصور السينمائي الكبير الأستاذ سعيد الشيمي، واللي عمل أهم الأفلام في التسعينات، واللي ألف كتاب من 20 سنة كتاب أفلام عاطف الطيب، وتعمل منه طبعة جديدة، واللي هيكلمنا في فقرته النهاردة إن شاء الله عن التوأمة اللي حصلت ما بينه وبين المخرج الكبير عاطف الطيب. حصل بينهم تعاون كبير في أفلام مهمة جدا، واللي منها طبعا حب فوق هضبة الهرم والبريء والهروب. خلونا قبل ما نبدأ إن شاء الله أخبارنا نروح نشوف مع بعض أبرز منشطات وعناوين الصحف النهاردة، ونرجع لكم مرة تانية.
اهلا بحضراتكم من جديد بعد ما شفنا طبعا دلوقتي ابرز منشطات الصحف النهارده. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين، واحنا بنتكلم عن موسم الحج اللي قرب جدا. وزاره التضامن الاجتماعي بدات ان هي تتابع الترتيبات والاجراءات النهائيه عشان بدايه فعاليات الموسم. من المقرر كمان سفر اول افواج حجيج الجمعيات الاهليه يوم الثلاث اللي جاي للمدينه المنوره، واللي هيشمل 700 حاج من الجيزه والدقهليه. رئيس بعثه حج الجمعيات الاهليه بوزاره التضامن الاجتماعي استاذ ايمن عبد الموجود بدا في الاشراف على الترتيبات النهائيه عشان يبدا تفويج حجيج الجمعيات الاهليه، واللي عددهم وصل ل 12000 حاج، وده طبعا بعد معاينه مواقع تسكين الحجيج في الفنادق والخيام واتوبيسات النقل وغيرها من الترتيبات. ده طبعا يا مها بدا بعد مقدمه للبعثه الرسميه للحج في الجمعيات الاهليه. سافرت اول امبارح للمدينه المنوره لاستلام الفنادق ومراجعه الاستعدادات واتخاذ اللازم نحو استقبال ضيوف الرحمن ان شاء الله وتسهيل الاجراءات، وانه المره الاولى للعام ان شاء الله ده هيرافق الحجاج كلهم وعظات دينيات بالاتفاق مع وزاره الاوقاف لتقديم الوعظ الديني طبعا بالاراضي السعوديه، اضافه الى عقد ندوات دينيه للحجيج خلال تواجدهم في الاراضي المقدسه. عشان نعرف تفاصيل اكتر خلينا نروح ناخد اتصال هاتفي نتعرف منه اكتر على الاستعدادات اخبارها ايه. استاذ ايمن موجود طبعا، هيكون موجود معانا رئيس البعثه هيعرفنا اكتر عن اخر الاستعدادات. يا استاذ ايمن صباح الورد. كل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله بعثه موفقه وحجه مبرور لكل اهالينا اللي هيروحوا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. نطمن كده من حضرتك على اخر الاستعدادات لكل اهالينا اللي هيسافروا باذن الله. ان شاء الله احنا هنبدا النهارده نقل الحجاج اعتبارا من الساعه 10 صباحا. اول رحله هتتوجه الى مطار المدينه المنوره ان شاء الله اللي بيمثله حجاج محافظه الدقهليه. الامور هناك تم مراجعه كافه الاستعدادات لاستقبال الحجاج. ان شاء الله في بعثه هتستقبل الحجاج في مطار المدينه، وبخلاف التسكين في بعثه مسؤوله عن تسكين الحجاج. اول ما يوصلوا ان شاء الله باستلام المطار هيتم تسكينهم في المدينه المنوره، ونبدا بعد كده ان شاء الله الاجراءات الخاصه ومتابعه احوال الحجاج خلال فتره اقامتهم في المدينه المنوره. احنا المفروض فترة الإقامة في المدينة المنورة لكافة الحجاج بتبقى 4 ليالي وخمس أيام. تمام. الحج بعدها ينتقل إلى مكة المكرمة، وفي العودة نفس الشيء، الحج بيقعد في المدينة المنورة 4 ليالي وخمس أيام، وبيغادر من مطار المدينة إلى الأراضي المصرية. تمام، يعني هو هيرجع تاني على المدينة. طب الانتقالات الداخلية بقى ما بين المدينة ومكة طبعا مع الأعداد الرهيبة في موسم الحج ده كله مترتب يا أستاذ أيمن؟ بكل تاكيد هو اللي بيروح المدينه الاول بيرجع من مطار جده، واللي بيروح جده بيرجع من مطار المدينه. احنا عندنا 50% من حجاجنا بيروحوا المدينه المنوره الاول، و50% بيروحوا المدينه المنوره بعد انتهاء المشاعر المقدسه. وكل الكلام ده طبعا مترتب في تعاقد مع احدى كبرى شركات النقل في المملكه العربيه السعوديه لنقل حجاجنا من بين المدن وفي المشاعر، وكل الكلام ده مترتب. كل حاجه مع المشرف بتاعه، معروف الباص اللي هيتم نقله. احنا متعاقدين على باصات من موديلات 2016 حتى 2019. هايل هايل. استاذ ايمن، يعني الخبر كمان كان بيقول انه لاول مره هيكون في مرافقات وعظات دينيات، وده بالاتفاق مع وزاره الاوقاف عشان يقدموا وعظ يعني دينيا بالاراضي السعوديه للي بيحجوا. قبل كده كان ايه البديل؟ لا، وكان هي الاول مره مع الوزير الاوقافي السنه دي البعثه الخاصه بالوعاظ الدينيين. تم تخصيص 3 سيدات اضافه على العدد الموجود من الرجال. احنا معانا 10 رجال و3 سيدات لتقديم الوعظ الديني للحجاج في الفنادق وفي المشاعر المقدسه. كان السابق كان كل الوعاظ كانوا رجال، ما كانش فيه سيدات، بس احنا كنا بنكتشف ان السيدات محتاجين وعظات، خاصة في بعض الأمور المتعلقة بأمور السيدات، وخاصة في المشاعر المقدسة يبقى لهم دور كبير جدا، لأن المشاعر بتبقى المخيمات السيدات لوحدها والرجال لوحدها، فبالتالي في صعوبة في دخول الوعاظ الدينيين من الرجال لمخيمات السيدات. فكنا بيبقى في التواصل ما كانش مباشر، فعشان كده أفضل لتقديم الخدمة لكافة الحجاج. صحيح، إجراء مهم جدا كمان لتثقيف يعني الحاجات من السيدات. احنا كل الشكر طبعا دكتور أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج طبعا من وزارة التضامن، وشغل محترم وشغل متطور من وزارة التضامن لوجود الوعظات اللي بيتكلم كمان حتى على الانتقالات الداخلية. تعاقد مع شركة سعودية بموديلات حديثة للباصات، مشوار من المدينة لمكة طبعا بيستغرق أكثر من 4 ساعات أو 5 ساعات مع وجود زحام كمان أيام فترة الحج. أعتقد هيبقى الموضوع صعب جدا،
واضح ان في ترتيبات معها منظمه جدا لكل حجيج ان شاء الله حج مبرور لكل اهالينا. وانتصار للمراه طبعا. الله يعني الست طبعا يعني مش يعني ما يبقاش ليهم وعظين ربنا يعني خلاص يعني اشمعنى يجيبوا واعظين للرجاله والستات؟ لا ما هو لازم برضو من حقهم يفهموا طبعًا يعني طبعًا. صح. طيب احنا طبعا زي ما تابعنا كلنا سوق العتبه اللي للاسف شهد حريق مروع نهايه الشهر اللي فات. امبارح بقى الحكومه بدات في ان هي تعمل او تعقد اجتماعات موسعه لتطويره واعاده بنائه مره ثانيه، وده بناء على توجيهات مباشره من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. مجلس الوزراء قال ان فخامه الرئيس وجه بتطوير المنطقه والعمل على اعاده الوجه الحضاري ليها والعمل على عوده الشكل الخارجي التاريخي للسوق زي ما كان، والحفاظ كمان على البوابات التراثيه اللي موجوده بيه، تزويدها بالاحتياطات اللازمه لعدم تكرار مثل هذه الحوادث. اعتقد دي اهم جزئيه طبعًا. انه بقى يعني خلاص واضح انه الحرائق المتعدده دي معناها انه في حاجه مش متامنه كويس او في اجراءات سلامه لازم يتم اتخاذها عشان فعلا ما يتكررش الموضوع، عشان في محال كتير وفي ناس كتير دي لازم تكون هي مؤمنه طبعا من الدفاع المدني ازاي بشكل تاني. ولكن لفت النظر الصراحه في الخبر هو اهتمام سياده الرئيس بالموضوع، يعني رغم المشاغل كتير جدا سياده الرئيس مركز قوي في ان سوق العتبه يرجع لوجهته الحضاريه مره ثانيه، يتعمل على احسن وجه، ويمكن ده شغل المحافظ. وطبعا المحافظ القاهره قال ان السوق ليه قيمه تاريخيه وتراث معماري فريد، هيتم الانتهاء من بناء اللي تم انتهاء من بنائه طبعا سنه 1892 كاول سوق حضاري بالقاهره الخديويه، بتبلغ مساحه كبيره جدا 5200 متر، وبيقع في منطقه طبعا بتربط ما بين شوارع العطار والازهر والمرجان، وتخيلوا 12 ممر داخلي. اكيد طبعا يا مها اعتقد ان ده بنبني شكل للتطور الحضاري مره اخرى، هي مش سوق بس عشان نبيع، ده شكل من اشكال الحضاريه داخل مصر. خساره بصراحه المباني التراثيه دي ما تتعوضش يعني طبعًا. يعني ما ينفعش ان احنا وبعدين القيمه بتاعتها والنحت يعني يعني الجمال والشكل اللي معمول بيه المباني ده لازم نحافظ عليه طبعا. يعني ده احلى بكتير من البنايات الحديثه، فاصلا كده كده يا ريت حتى في البنايات الحديثه نرجع تاني لموضوع بقى التماثيل والله في بعض الجهود الفرديه اللي بتحصل في بعض المعمار كده، بتحس ان المهندسين بالزبط. رجعوا تاني للاشكال الحضاريه اللي كنا فيها، تحس انه المهندس المعماري عامل العماره بمزاج او عامل المبنى بمزاج عليك. يحط لك تمثال هنا، يحط لك شرف نافوره في يعني كده، مش الاشكال التقليديه مبنى وخلاص هو الموجود بلوكات. اعتقد بدات تتغير شويه ولكن بجهود فرديه، اعتقد ما تبقى شكل عام. ده حصل يمكن في وسط البلد لما رجعوا تطوروها مره ثانيه، حافظوا على المنظر الحضاري والجمالي ده. وبعدين احنا عندنا فنانين زي الفل مصريين طبعًا. ونحاتين بيتخرجوا كل سنه وبيعملوا مشروعات تخرج فيها يعني التماثيل بتاعتهم في منتهى الجمال، ليه ما نستغلش بقى المواهب دي ونخليهم بقى يعملوا اعمالهم في الميادين وفي الشوارع ويزينوا بيها المباني والعمارات. خلينا بقى ننتقل خبر تاني، ودلوقتي هنروح نشوف مع حضراتكم ايه ابرز اللي هيحصل فيه النهارده في مصر، ونرجع مره تانيه.
لسه مكملين مع حضراتكم من الحفاظ بقى على التاريخ والتراث للتطوير. هنروح لبناء مدن جديدة. يمكن مجلس الوزراء أعلن أنه لأول مرة هيعقد اجتماع الأسبوعي بكرة إن شاء الله الأربعاء داخل مبنى مجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديدة بعد الانتهاء منه بشكل كامل. طبعا مبنى مجلس الوزراء الجديد بالعالمين بيتكون من دور أرضي وأربع أدوار عليا، بيضم قاعة الاجتماعات الرئاسية وأجنحة الوزراء والمركز الإعلامي للمجلس. طيب دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال كمان في تصريحات سابقة ليه قبل كده إن هو عقد اجتماعات الحكومة في مقرها الجديد بالعالمين. ليه؟ علشان في هدف من الموضوع ده ان هو عايز يوجه رساله مهمه جدا وهيلقي الضوء على المدينه دي عشان يحولها من مدينه موسميه لمدينه خدمات متكامله على مدار العام. تعالوا نعرف بقى تفاصيل اكتر عن الاجتماع ده، ومعانا على الهاتف الاستاذ احمد رأفت، هو الصحفي المسؤول عن ملف مجلس الوزراء في موقع فيتو. صباح الورد على حضرتك، اهلا بيك استاذ احمد. صباح النور يا فندم، وصباح المشروعات الجديده والمباني الجديده اللي هي بتزين مصر. طبعا خلينا نوضح اكتر للمشاهدين، يعني احنا بنقول ان العالمين مش تبقى مدينه موسميه والهدف منها ان هي تبقى مدينه خدمات متكامله على مدار العام، ده معناه ايه وده هيتم تنفيذه في خلال قد ايه؟ يا فندم من ساعه ما الناس عرفت انه في مقر جديد هيتم عقد اجتماع للحكومه في مدينه العالمين الجديده، وانا تابعت عن كثب يعني تعليقات الناس على هذا الخبر. الناس بتعتقد انه ليس هناك حاجه لاقامه مبنى جديد لمجلس الوزراء في مدينه العالمين الجديده. كانوا يقولون طب مبنى العاصمه الاداريه الجديده هيبقى لازمته ايه، وانه يكون كل مدينه فيها مقر لمجلس الوزراء. في حقيقه الامر انه اختيار مدينه العالمين الجديده لان تشهد ان يكون فيها مقر لمجلس الوزراء ومن قبله مقر لرئاسه الجمهوريه، ده بيزود القيمة الاستثمارية لمدينة العالمين الجديدة، لأنه المدينة كما يتخيل البعض أنه مدينة موسمية الناس هتروحها لمدة شهرين بس. ففي بعض الناس اللي هي عايزة تسكن في مدينة العالمين الجديدة عندها تخوفات من أنها لو راحت ما تجدش خدمات، ما تجدش الدعم الأمثل من الحكومة ومن الدولة. وده يعني نقلته وسائل الإعلام، نقلته للحكومة، والحكومة كان عندها بعد نظر في هذا الموضوع وأقامت المبنى بشكل عالمي جدا. والموضوع ليس علاقة بمجلس الوزراء كمجلس الوزراء هنا بس، لا، المبنى الجديد يتكون من أجنحة لكل وزير. الجناح الواحد به مكتب للوزير ومكتب ملحق للمساعدين والمعاونين وقاعة اجتماعات، وبالتالي فإنه يمكن لأي وزير في أي وقت أن يتوجه لمقر مجلس الوزراء في مدينة العالمين الجديدة بغض النظر على أنه في اجتماع لمجلس الوزراء أو مفيش، أو أن رئيس الوزراء موجود أو مش موجود. وده هيعمل عملية طفرة كبيرة جدا، خاصة وأنه السينما اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة اشتغلت وبقى فيها أفلام دلوقتي. كمان الجامعات اللي مجلس الوزراء وافق للجامعات الخاصه على انها تنشئ مقرات ليها في مدينه العالمين الجديده. طبعا لما نعمل 10 15 جامعه جديده في مدينه العالمين الجديده ده بيزود الناس والطلبه المترددين على المدينه. ايضا المشروعات السكنيه لرئيس الوزراء ووزاره الاسكان ستعلن عنها خلال العام المقبل، ايضا ستكون جاهزه للاستلام وبالتالي الناس هتسكن فيها، وبالتالي هناك خدمات وهناك مشروعات. ايضا فيما يتعلق بالصناعه، لازم عشان توفر مدينه سكنيه في مدينه العالمين الجديده لازم توفر لنا الشغل، هتوفر لنا الشغل يبقى بالتالي انت موفر خدمات وموفر شغل وموفر ترفيه، وبالتالي هتضمن انه مدينه العالمين الجديده تكون على مدار العام مدينه اهله بالسكان وبالحياه. تمام. ومن هنا جاء الهدف لاقامه مقر مجلس الوزراء في هذه المدينه. كل الشكر استاذ احمد رأفت مسؤول ملف مجلس الوزراء بموقع فيتو. هو لفت نظرنا لنقطه مهمه جدا، هي الصوره الذهنيه عند مجتمع جديد بيبنى في العالمين الجديده، ان هو مش بس هيكون مجتمع استثماري او مجتمع لشكل من اشكال المصايف الجديده، ولكن مجتمع كامل هيتم سياده الرئيس موجود بنفسه. فده بيدي انطباع كمان لكل الساده الموظفين اللي هيكونوا موجودين هناك في الادارات المختلفه، سواء في جامعات او سواء في شهر عقاري او في مرور، لكل هيتم ان سياده الرئيس بنفسه هيكون موجود. الحكومه هتدي انطباع ان هي كل يوم اربع بتجتمع هناك، فانت لو محتاج اي حاجه من اي وزير هو موجود بنفسه هناك. فده اعتقد اكتر انطباع يا مها لكل الناس هناك، ان الحكومه كلها وسياده الرئيس هيكونوا موجودين. طبعا
طبعا فده مهم جدا. الحكومه كمان بدات بنفسها صحيح. فده مهم جدا. والحكومه يعني بصراحه بتشتغل على الارض يعني مش من المكاتب، كله على الارض وكل المسؤولين بيشتغلوا بنشاط كبير. وانا بلفت نظري صراحه بقى الالتزام بالمواعيد. هم قالوا في صيف 2019 الحكومه هتعمل اجتماعاتها هناك، وفعلا ان شاء الله بكره هيكون اول اجتماع. نروح بقى الخبر لطيف كده شويه. طبعا كلنا سمعنا الفتره اللي فاتت عن سم العقارب وانه بيتباع بمبالغ كبيره جدا اغلى من الذهب، لكن الواضح ان مش العقرب بس هو الحيوان اللي افرازاته والمواد اللي بتخرج منه هي اللي غاليه، لا ده الجرام في حيوانات تانية بيزيد جدا. يمكن سمعنا قبل كده في لقطه كده مع الزعيم طبعا عادل امام في فيلم مرجان احمد مرجان، ما كان بيقول حلزونه والحلزون خبطتهم عربيه في ميدان التحرير، كلنا اتريقنا على الحلزون. حلزونه يما الحلزونه. طب يا جماعه الحلزون ده العيال الصغيره كانت لما بتشوفه بتموته اصلا في الجناين، فخلينا لما نعرف قيمته دلوقتي. انت هتمسك الحلزون ده ايه؟ تبقى عايز تبوسه كده وتطبطب عليه وما تجيش جنبه. ده طلع حاجه حقيقيه وطلع حاجه مهمه جدا، والخبر ده لو بيثبت فبيثبت. سبحان الله سبحان الله، ربنا ما بيخلقش حاجه عبث في هذا الكون، فاي حاجه ربنا خلقها يعني لازم نحترمها ونقدرها، لان بيطلع في الاخر علميا بيثبت ان هي ليها فايده. الحلزون ده حيوان رخوي كده زي ما انتم شايفين، اكيد عرفتوا احنا نقصد ايه وعارفين شكله كويس. ده كان مصدر ازعاج للمزارعين في تايلاند طبعا قبل ما يعرفوا قيمته، وده لسنين طويله جدا. اكتشفوا بعد كده ان هو مصدر مهم جدا للدخل. ليه بقى؟ لان استخدمته مصانع التجميل العالميه، لانه ليه افرازات بقت تعرف باسم حليب الحلزون. بصوا بيستخدم زي الماسك كده على الوش. الابحاث العلميه بقى اثبتت ان الافرازات دي مفيده جدا للعنايه بالجسم وبالبشره، لان هي بتساعد على تاخير علامات الشيخوخه. دي طبعا حاجه هتعجب خصوصا الستات جدا، وبتمنح البشره نضاره واشراق ملفت للنظر. انا بتفرج على الصوره صراحه وسبحان الله، حتى ايه انت ممكن تحسك تخاف حلزونتين. يعني ده المفروض بقى نحط بيمشي على الوش، يفضل يمشي كده. يعني ده الحيوان حي بيتحط على 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 الوش وانتوا هتحطوه. الافرازات بتاعته هو طبعا احنا عشان الموضوع مش مألوف فهو شكله يخوف، بس واضح ان هو مفيد. ماشي نشوف. خبر مهم. انا رايح اعمل ماسك حلزونات وجاي. اهم ما فيه فعلا الخبر ان فعلا كل حاجه سبحان الله ربنا خلقها طبعًا. فيها استفاده سبحان الله يعني. صحيح. طيب هنروح بقى بعد الخبر ده وبعد اكتشافنا ان احنا نبدا ان شاء الله اول فقراتنا هتكون موجوده معانا. هنروح لفاصل سريع ونرجع نبدا باقي فقراتنا. ورجعنا لحضراتكم مره تانية وهنبدا معاكم اول فقرتنا. ويمكن اكتر شيء بيفيد الاجيال الجديده انهم يقروا عن كل حاجه، عن كبار الفنانين وذكرياتهم مع السينما من خلال بقى شهادات من اصحابهم. عشان كده احنا بنحتفل النهارده بكتاب جميل من كتابه طبعا استاذنا استاذ سعيد الشيمي المصور السينمائي الكبير. قرر اعاده نشره كتاب عمره 20 سنه بيرصد علاقته وشغله مع المخرج الراحل عاطف طيب بلغه بسيطه وجذابه فيها معلومات فيها كواليس عن اهم الافلام في فتره التسعينات. طبعا بنرحب بيك استاذنا وصباح الورد. الله يخليكم، صباح الخير. وصباح الخير على ثوره 23 يوليو اللي هم يعني انا قدامكم دلوقتي، لان انا ابن هذه الثوره. لولا وجود معهد السينما واكاديميه الفنون اللي عملته ثوره يوليو انا مش هبقى موجود. وده اللي حضرتك كتبته امبارح يمكن على صفحتك، عملت بوست بالظبط ذكرت فيه ده. ولا عاطف الطيب ولا علاء عبد الخالق ولا اشرف فهمي وناس كتير جدا يعني. فحقيقي انا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ودي فرصه كويسه ان احنا موجودين في اللحظه دي في الاحتفال بثوره 23 يوليو. يعني احنا طبعا هنعرض لحضرتك البوست اللي حضرتك كتبته امبارح، وكنت حابب ان انت تخاطب الاجيال اللي موجوده دلوقتي. وقلت يا اعزائي انا يعني زي ما حضراتكم شايفين معانا دكتور سعيد شيمي كتب وقال يا اعزائي انا ادين بكل الفضل لثوره 23 يوليو 52 لكل شيء عملته في حياتي، وهي لان هي فهي التي انشات معهد السينما والاكاديميه للفنون. وشكرا. احساس جميل جدا بالامتنان ودرس للاجيال بالامتنان دايما ان احنا نرجع الفضل لاصحابه. لكن داخل خليني برضو أسأل حضرتك، هل قبل الثورة ما كانش فيه ما يعني أكاديمية بتدرس الفنون وكده، خصوصا أن السينما كانت لا موجودة؟ لا، كان في التمثيل والموسيقى العربية، وكان فنون التطبيقية بتدرس تصوير فوتوغرافي فقط. يعني المخرجين العظام دول كانوا بيبقوا دارسين فين بقى اللي احنا كنا يعني؟ دي بتبقى القدام. القدام لا دي خبره بقى. يعني بيشتغلوا مساعدين وكده بتاع، لكن علم ما فيش. اول واحد اتبعت بعثه استاذ احمد بدرخان استوديو مصر بعته بعثه لفرنسا عشان يتعلم اخراج.
اتكلم في سنه 35. يعني نقدر نقول كانت محاولات فرديه مش يعني نياز مصطفى سافر على حسابه وراح اتعلم في المانيا. وحلمي رفله كان الماكير كان الكوافير بتاع ام كلثوم كان ماكير ماكير ام كلثوم بالظبط كان ماكير وكده وبقى منتج بعد كده كبير يعني. لكن النظره العلميه الحقيقيه لبنى الفنون كلها في مصر الحديثه طبعا من ثوره 23 يوليو هايل. احنا كنا لسه بنتكلم انا واحمد في بدايه الحلقه انه كل سنه بيبقى في جدل ما بين الناس يعني على حته ايه طب قبل الثوره احسن طب بعد بص الثوره. هقول لك حاجه بسيطه جدا يعني انا لما قامت الثوره كان عندي 9 سنين و4 اشهر انا شفتها بعيني لان انا مولود في ميدان عابدين قدام قصر عابدين. عيلتي لها تاريخ طويل قوي في الكفاح يعني انا ستي بابوه علي فهمي بتاع الثوره العربيه فانا نشات في بيت بيتكلموا على طول على السياسه ومش فاهم. لما ابتدت واسمع السعديين مش عارف ايه ومظاهرات وشفت حريق القاهره ده بعينيا لما طلعونا من المدارس وركبونا الاوتوبيسات وجري عديت في ميدان التحرير لقيت ترميات مولعه والناس بتجري والناس بتكسر كل ده شفته وعشته. فلما اقوم الصبح الاقي الدبابات محاصره القصر والعساكر ووالدي كان طبيب ووالدي كان يعمل لهم شاي وينزل بقى ده حاجه زي الله يرحمها تديهم شاي وكده يعني. بس دي حصلت قبل كده في نفس السنه في حريق القاهره. فما كانش بالنسبه لي وانا صغير شيء غريب لان في حريق القاهره بالليل كان الجيش استولى تماما على البلد والميدان كان برضو فيه عساكر ودبابات ومدفعيه. الصور اللي انتم بتشوفوها دي حقيقه يعني حظر تجوال بعد الظهر انا عشت ده عشته رؤيه العين. وبعدين انا مؤمن دي حاجه تانية بقى مؤمن بمبادئ ثوره يوليا بالفلسفه الثوره الكتاب اللي عمله عبد الناصر بتدريسي بتخرجي. انا فاكر وانا في المدرسه كنت بقى انتقلنا الى مصر الجديده كنت في مدرسه اسمها النقراشي في شارع مصر والسودان كان لما عبد الناصر عدي رايح مع ضيف الى قصر القبه كان يطلعونا بقى نمسك العالم الضيف كان نهرو هندي او تيتو او يعلمونا اللغه اللي هنحيي بيها. فانا ابن هذه الثوره ومؤمن بيها. بس انا اقول لك حاجه انا وجهه نظري الشخصيه ودي مالهاش دعوه موت عبد الناصر انتهت الثوره. حقيقه عمل حرب اكتوبر كانت لازم تحصل واللي اعد حرب اكتوبر كاملا الجيش المصري صخر واحد صخر اثنين جمال عبد الناصر. لكن من انا وجهه نظري سياسه الانفتاح مصر اختلفت خالص. كان احنا بنستعرض كل حاجه بتقوله موجود معانا على الشاشه دلوقتي من مظاهر الثوره ايه اخبارها. ولكن انا كنت عايز اسال حضرتك اول سؤال هو استاذ سعيد ارخ ليه الفتره دي في كتاب بس واضح من تاريخ حضرتك لفترات قبلي كمان انك بتحب الموضوع ده عشان كده عملت كتاب انا فهمت صح؟ بص انا عامل 27 كتاب بس كلهم في التصوير على فكره يعني اغلبيتهم في التصوير. عاطف ليه خصوصيه بس انا هقول لك لما كنت في المدرسه في الثانوي انا بعرف اصور كان عندنا حاجه اسمها هوايات من ضمن الهوايات حاجه اسمها الصحافه وكنا بنطبع في المدرسه عندنا الاله اللي يعني احنا نجمع الحروف ونطبع وكده هو جوه المدرسه بتطلع المجله بتاعتنا اسمها النموذجيه كل شهر كنت انا بكتب النقد الفني طبعا لا نقد ولا كلام فرجمنت ده بعت حكايه الفيلم يعني طبعا الكلام ده في المدرسه يعني. فانا عندي الكتابه بكتب بس ما كانش عندي الوقت ان اقدر اعمل ده بجانب التصوير لان التصوير طبعا بياخد كل حياتي يعني كل وقتي وانتوا عارفين التصوير ليل نهار ما بقولوش مواعيد وكده صحيح. يعني الكتاب ده بالذات الله يرحمه عاطف الطيب كان زميلي في المعهد قعد 11 سنه لحد ما عمل اول افلام الغيره القاتله. انا كنت ابتديت اشتغل في السينما واتعرف يعني فقال لي انا عاوز تصور لي فيلم فصورت له فيلم الغيره القاتله. عاطف طول عمره في المعهد انسان مبتسم ظريف هادي ما فيش اي موهبه حتى مشروع تخرج وكان قصه نجيب محفوظ. ذكريات حضرتك ايه عن الصوره دي يعني مش عايزين نفوتها برضه ده في الحب في هضبه الهرم. ما هو عاطف بقى يعني حصل تطور كبير في الشغل معاه لان انا كنت كسرت حكايه ان احنا نشتغل في الاستوديو بس لا مع محمد خان
نزلت في الشارع وعملت فيلم اسمه ضرب الشمس كله مصور في الشارع وده كان جديد جدا بالنسبه للسينما المصريه مش متعودين يشوفوا احداث دراميه في الاماكن اللي الناس عارفينها والشوارع وحاجه كده ده فتح مجال يا فندم لفت نظري في الصوره حاجه الامكانيات كانت صعبه قوي ده حضرتك شايل كاميرا بنفسك يعني غير الامكانيات الموجوده دلوقتي صح لا, دلوقتي. لا احنا احسن من الجيل اللي قبلينا والجيل اللي قبلينا احسن من الجيل اللي قبليه طبعا دلوقتي الامكانيات اسهل كتير قوي 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 الكاميرا بقت قد كده يعني كلام فارغ يعني لكن هو ديت ده الثمانينات الفيلم ده في الثمانينات يعني اللي انا عاوز اقوله عاطف لما اشتغلت معاه الغيره قاطعه عملت له افلام كتيره بعد كده سواء الاوتوبيس لا ده انا هقف في محطه سواء الاوتوبيس دي ده تاني افلام والتخشيبه وضد الحكومه ملف الاعدام البريء الهروب كمان كتيبه الاعدام والهروب عاطف كتيبه الاعدام ده كان فيه خناقه باين رغم التوأمة دي بس حاجه اعتقد اتخانقت مع استاذ عاطف عشان مده التصوير اعتقد كانت كبيره ما هو عاطف ما انا هقول لك عاطف احنا انا شخصيا ما كنتش عارف انه عيان لحد احنا بنصور في فيلم ملف في الاداب وقع مننا وكنا بنصور في مكتب بتاع مديح كامل وفريد شوقي في عماره في الجيزه يعني نزلنا عند اول دكتور في العماره العماره مليانه دكاتره كنت اول مره اسمع اللغط في القلب ما كنتش عارف يعني ايه لغط في القلب اللغط في القلب الصمام ده بيجي من الحمره المتسبيه في الطفوله الصمام اللي هو المفروض يقفل عشان الدم يطلع القلب ويمشي بقى عكسي بيفضل مفتوح شويه ده بيعمل مشاكل كبيره المهم بعد ما عرفنا ديت وعاطف كنا بنشتغل حوالي 14 ساعه في اليوم لقيته بيشتغل 18 ساعه في اليوم عايز يضغط وقت التصوير عشان احساسه بالمرض عايز يخلص ما فيش في تاريخ السينما المصريه واحد في 15 سنه عمل 21 فيلم يعني انا عامل له منهم 8 افلام وفي فيلمين مضيتهم بس ما عملتهمش البدرون والزمار عاطف كان حاسس انه هيموت الكتاب ده بقى فكرته جت احنا عارفين عاطف افلامه طبعا ويمكن ناس كتير تعرفه شخصيا لكن ما تعرفوش عاطف الانسان عاطف الانسان عشان هو انسان قوي وله مواقف كتير جدا خلف الكاميرا انسانيه طلعت افلامه بهذه الروح وهذا موقف انساني مع فريق العمل الانسان كان مش في العمل بس في الحياه نفسها في الحياه يعني نقدر نقول انه افلام الراحل عاطف الطيب واللي يعني لقب اعلاميا بان هو احد رواد السينما الواقعيه الحديثه انعكاس لحقيقته يعني يعني الاعمال يعني دي كانت انعكاس لروحه اللي هي الانسانيه سيادتك الاب عماد حمدي في سواء الاتوبيس ده ابوه ابوه جاي من الصعيد كان عاطف صغير لما قامت الثوره تعرف من الارياف كتير جم فعمل مشروع البان وكده انكسر يعني ما فلس فكان زباينه اللي يعرفوه كان عاطف صغير بيوزع اللبن على البيوت ده عاطف اللي بيقول لي ومره كنا بنصور في الدقي ومنتظرين ممثل او حاجه كده قال لي تعالى هوريك حاجه واخدني ميدان صغير كده في الدقي قال لي ده المحل بتاع ابويا ابويا كان فاتح المحل هنا عاطف حاسس بمجتمعه كويس قوي ودي ميزته الحقيقيه فبيعرف ينقل الصوره كويس ممتاز باحساسه بيه ممتاز وغير كده كمان هو لما اتربى في حي شعبي بولاق الدكرور حس قوي بالمعاناه التي تحدث في المجتمع المصري والسلبيات اللي موجوده وده انت هتلاقيها في اغلب افلامه اتجسد قوي كمان في سواق الاوتوبيس ان اعتقد الموضوع صعب عليك يا استاذ سعيد وعلى استاذ عاطف الطيب طبعا الله يرحمه بعد سواق الاوتوبيس انتوا هتعملوا ايه دي نقطة دي نقطة كان عاطف فعلا يعني كانت محيرة لحد ما عملنا فيلم اسمه التخشيبة تمام طبعا ودي حقيقي دي نقطة اللي لما الواحد ينجح قوي قوي ايه العمل الثاني فالعمل الثاني لازم يبقى على الاقل مستوى جيد يعني طيب احنا ننتقل بقى من سواق الاوتوبيس الى محطة مهمة جدا 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 وتعتبر من كلاسيكيات السينما الحديثة البريء
عبقريه احمد زكي ووحيد حامد. وحيد حامد وشخصيه المجند مجموعه عظيمه، محمود عبد العزيز وتمير راتب وناس كتير قوي. هل فعلا تم تنفيذ الفيلم ده بقرار من المشير الراحل ابو غزاله؟ لا 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 لا، هو احنا بناخد هو ولا اجازته لا مثلا؟ لا لا، هو اخر انا هحكي لك الحكايه بالظبط ايه. احنا كسينمائيين الرقابه هي اللي بتدينا تصريح، وفي تملي بند في الرقابه يقول لك ايه، على اننا نشوف الفيلم وصرح لك بالسيناريو، ولكن يشوف العمل بقى بعد ما يخلص. التصريح النهائي لازم الرقابه يبقى عندها لجنه وتشوف الفيلم. لما خلصنا الفيلم الرقابه وقفت، قالت ما اقدرش اعرض الفيلم. فشكلوا لجنه، ودي اعتقد برضو في التاريخ اول مره، من ثلاث وزراء، احمد هيكل وزير الثقافه، المشير ابو غزاله وزير الحربيه، والداخليه انا مش فاكر مين كان الوزير، احمد رشدي اعتقد. احمد رشدي. ولما شافوا الفيلم، هو طبعا الفيلم معمول بحساسيه جميله، لو بيتكلم على قهر الفكر، اي حد مختلف مع السلطه او الدوله ليه تقهره، ده رايه هو، ده بيتكلمش على مصر، بيتكلم على النقطه دي بالذات يعني. فقرروا ان يشيلوا النهايه خالص باي حال من الاحوال، لان احمد زكي كان بيطلع بالرشاش بيقتل الكل. خلوا النهايه بيطلع بالرشاش بيصرخ وصوره ثابته، وشالوا شويه حاجات برضو من جوه، وتعرض الفيلم. لكن اتعرض بقى بعد كده في مهرجان القاهره صوره كامله يعني، لان هو فعلا الفيلم ده ليه نهايتين اعتقد. ايوه ايوه ليه. بعدين برضو الفيلم ده هقول لكم سبب القلق كمان ايه يعني. ان في الفتره دي حصل احداث الامن المركزي. صحيح. فدي عملت قلق زياده. طبعا ان ده ممكن يكون تحريض بقى اكتر او تسخين. بالظبط يعني. احنا لازم نحط التواريخ قصادنا ونعرف ايه اللي طبعا انا بعتبر اسف من احسن الافلام اللي عملها عاطف، وكان فيها روح جميله. كنا بنسافر يوميا يوميا نروح وادي النطرون في السجن ونصور، ومعنا الكومبارس ومعنا طبعا ما بنصورش بالمساجين الحقيقي وكده لا. وطبعا السجن ده اتهد دلوقتي جددوه يعني، لكن السجن ده سجن حقيقي كله حقيقي يعني، مش ديكور يعني. ولكن بممثلين. بس اعتقد يا فندم الصوره اللي على الهوا دي ليها حكايه قبل ما انتقل من فيلم البريء، لان الصوره دي في الفيلم. دي من فيلم البريء. ايوه انا عارف انها فيلم البريء. ما انا اللي واقف. انا وبعدين عاطف الله يرحمه، وبعدين مسلم ده مش انيس تعظيم تربيه السيد مصر، وشريف احسان اخر واحد على اليمين الله يرحمه مدير تصوير، وكان اهميه مساعد. دي زاويه عاليه قوي يا فندم، لو انا بفهم يعني. طبعا هتدخل في شغل حاجه، كنتوا بتصوروا ايه من عالي قوي؟ لا صعب افتكر. انتوا قاعدين كمان مركزين قوي في اللقطه هتتعمل ازاي. احنا جنب البرج اللي فيه احمد الحراسه بتاعته. بس احنا بنبني اشياء طبعا يعني، مش كده، احنا واقفين على حاجه اسمها برتكاب خشب فوق خشب فوق خشب وكده. انا مش فاكر ايه بالظبط ايه يعني ليه الله اعلم. لكن صعب تقول لي على حاجه وتتم. في صعوبه يا فندم في ان حاجه يعني تقول هو مخرج واقعي قوي ومخرج بيصور صوره حيه قوي، اعتقد بقى في صعوبه بقى على المدير التصوير ساعتها انه يطلع رؤيه المخرج الحيه دي. كنت بتتعاونوا ازاي؟ كنت تقعدوا تكلموا بعض كتير مثلا؟ بص مفيش فيلم انا عملته بالذات مع المخرجين الجيدين الا لازم قبل الفيلم بنقعد ونتناقش يعني. مفيش يعني الناس متخيله كده هروح اخد الكاميرا واصور، طبعا مفيش حاجه من دي. احنا بنقعد مشهد مشهد بنفصصه، ايه شكل الضوء اللي احنا عاوزين نعمله، ايه اللي نستعمل هنا، عدسات طويله ولا عدسات كذا ولا كذا. طيب هنا يعني عاطف كان في حاجه انا اتعلمتها منه، من سواق الاتوبيس عاوز بيت الزوجيه بتاع ميرفت امين ونور الشريف في بلاد دكرور. قلت له عاطف صعب طبعا يعني، انا عندي خبره بقى وصورت افلام قبله. فقلت له صعب يا عاطف؟ قال لي لا لازم نصور في بلاد دكرور. ليه يا عاطف؟ ودي نظريه بصراحه ممتازه. قال لي الممثل لما بيمثل في منطقه سكنيه واجواء حقيقيه لايقه في دوره في الفيلم بيبان ده عليه.
بيتأثر بالمكان بالزبط. طاقة المكان بتتأثر. وعشان كده عملنا في الحب في هضبة الهرم في شبرا. ما احنا بقى عايزين ننتقل للحب في هضبة الهرم ومرحلة جديدة في حياة عاطف الطيب واهتمامه بأدب نجيب محفوظ. هو مشروع تخرجه الأول بما كان قصة قصيرة لنجيب محفوظ. طب هايل بس انا مش فاكر اسم القصة. لا هو عاطف من النوع المثقف اللي بيقرا يعني، طبعا بيحز في نفسي دلوقتي ان الاجيال الجديده ما فيش قرايه يعني، ودي مصيبه كبيره لان القرايه بتفتح الذهن وتخلي الخيال واسع، واي فنان بيشتغل في الميديا بتاعتنا لازم خياله يبقى واسع مش معلوماته اللي حواليه. وعندك طبعا الاجيال العاديه من الناس العاديين، وبتقصر السينمائيين. لا السينمائيين السينمائيين انا بتكلم على السينمائيين ما بيقروش. مش حاسس. انا بتكلم على الاجيال الجديده. مش احنا. ما انا بتكلم على الاجيال الجديده بس يعني ده راي مهم جدا طبعا. يعني فعاطف من الناس المثقفه قوي بيقرا، وجاله الفيلم ديت المنتج جابه له، لما قريته اتفقنا هنعمل ايه في الفيلم ما عدا مشهد واحد اللي هو قرب النهايه اللي هما بيتقابل احمد زكي واثار في الهرم بقى وكده. قلت له لا لسه يا عاطف. قال لي ليه؟ قلت له الحته ضلمه. المكان ده ضلمه واحنا عارفينه يعني، الحبيبه بيروحوا بقى عشان في الضلمه يطلعوا ويقعدوا مش عارف ايه، او بالعربيات ضلمه. طيب ما انا سهل احط لمبتين وانور، حد هيقول لي لا. لكن انا عامل الفيلم كله باضاءه حقيقيه واقعيه. اجي في المشهد ده ابوظه. قال لي انت هتعمل ايه؟ قلت له مش عارف، سيبنا افكر ايه اللي ممكن اعمله. وفعلا جات لي الفكره ان اعمل المشهد كله على نور العربيات المتحركه. يعني العربيات المتحركه بحيث تنور منوره شويه ودم شويه ومنوره شويه. بالظبط بحيث ان دي كانت فكره حضرتك يعني. انا مدير تصوير. ايوه انا عارفه. طبعا لا يعني انا قصدي مش باقتراح مثلا او لا لا فكرتي. هو فرحب جدا فيها لان بتخدم الدراما طبعا. طبعا يعني هو احنا كلنا كسينمائيين وكل تخصصاتنا بنخدم حاجه واحده، الخط الدرامي في الفيلم. هذا الخط الدرامي في التمثيل، في المزيكا، في التصوير، في المخرج والاداء اللي بيعمله. يعني ناس كتير جدا يقولوا لي شوف احمد زكي في ضد الحكومه وهو بيقول الخطبه دي العصماء وبتاع، اقول لك احمد زكي لا ده بشير الديك يا جماعه. ده السيناريست وكاتب الحوار بشير الديك، مش احمد زكي هو اللي حاطط هذه الاسس. والقصه اصلا بتاعت وجيه ابو ذكري. يعني طبعا الناس ما لهمش دعوه. ما لهمش دعوه وبالتالي بيحطوا يقول لك احمد زكي قال لا ده بشير الديك محفظه. صحيح. الناس يمكن ترجع دايما للممثل او ان هو اللي صانع العمل. طبعا الناس ما بتبقاش فاهمه فريق العمل كل دور ليه ايه مشترك. طبعا السينما بالذات. لان السينما ساعة ونص أو ساعتين، أنا مش بتكلم على المسلسلات طبعا، ساعة ونص أو ساعتين عمل لازم في المدة الزمنية الصغيرة دي أو القصيرة دي تفهم. هو كان بيصور فيلم في قد إيه في أفلام حضراتكم؟ يعني أنا دلوقتي عارف إن الفيلم ممكن يصور من 4 أسابيع لست أسابيع، كان بياخد قد إيه معاك؟ تقريبا نفس نفس المدة يعني. نفس المدة يعني. أنا هقول لك أول فيلم لعاطف كان إنتاجه على فكرة وقعد 11 سنة لحد ما عمل الفيلم الاولاني. كان ميزانيته 4 أسابيع وهو مش احلاهم. وانا قلت له مش حلو، انا صريح مع الناس يعني. فقال لي بس نور الشريف ونور ابو يحيى الفخراني عاوزين يعملوا الفيلم ده. قلت له اوكي انا معك. ميزانيه الفيلم 4 أسابيع خلصناه في 3 أسابيع ونص. بص بقى الانسانيه، عاطف اصر يدفع نص اسبوع للعماله. لانهم اتفقوا على 4 أسابيع. ايوه. الله الله. في حاجات كتير جدا يعني، مثلا في فيلم انا ما عملتوش بس مضيته. بعدين اتعطل شويه جالي فيلم تاني فاضطريت اشتغل. يعني انت عارف المصور طبعا بيشتغل اكتر من المخرج طبعا. البدرون قريت السيناريو لقيت ميلودراما مش بتاع عاطف يعني. قلت له ايه ده؟ ايه يا عاطف انت هتعمل مش شبهك؟ لا 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 مش شبه خالص يعني، مش ميلودراما. فقال لي لازم اعمل الفيلم. قلت له ايه يا عاطف لازم تعمل الفيلم؟ خلي بالك ان عاطف خلاص كبر قوي. يعني كان استاذ عاطف طبعا وافلامه ونجاح يعني مش بقى لسه في البدايات او حاجه. لا لا قال لي انا وعدت امي وابويا السنه دي اسفرهم الحاجه وعاوز فلوس الفيلم ده عشان اصورهم الحاجه. الله خد بالك.
دي حاجات الناس بتعرفهاش طبعا طبعا، حاجات كتير جدا بقى هتلاقيها. وده اللي حاجه ذكرته في الكتاب، يمكن احنا حبينا استاذ عاطف الطيب وحبينا شغل حضرتك من كتاب وتاريخ ليه، وكان حبيته كمان ان انا عندي مها والدة طبعا الاستاذ امالي بهلناسي كان مساعد ده طبعا ده حبيبي، فكان بتحكي لي دايما على الافلام والكواليس دي طبعا. حضرتك من رحت امالي كان المساعد الاول لعاطف في البريء الله يرحمه صحيح. طبعا اعرفه كويس، انا اعرف امالي كمان، كان امالي يستاذن نروح يجيبها من النادي، كان بتلعب أيوة. سباحه كنت بلعب بالي مائي انت امالي مولدها سلمت عليها بس ما خدتش بالي ايوه عجوز انا بقى على 77 سنه اهم حاجه لا الشباب شباب الروح. دكتور سعيد الشيمي نورتنا، وانا سعيده وفخوره جدا بالحوار مع حضرتك، يعني شرف لي كبير جدا جدا ان يبقى في حوار مع حضرتك النهارده بجد. ميرسي يا فندم، كل الشكر لحضرتك، وهنستمتع بقى بكتابات حضرتك ونستمتع باعمالك دايما كده يا رب ان شاء الله، ودايما تنورنا وكون ضيف عزيز علينا ان شاء الله. كل الشكر ليك. لسه مكملين مع حضراتكم في باقي فقراتنا، فابقوا معنا. بنشوف كل جديد على ايديكم، اخبار جميله هي الحقيقه، ضحك وكوميديا وفاكيديا، في كل يوم صباح جديد، معلومه حلوه بالتاكيد، اجمل صباح الورد عليكم، بنشوف كل جديد على ايديكم، اجمل صباح الورد عليكم، بنشوف كل جديد. أجمل صباح الورد عليكم، مليون صباح الورد عليكم. فرقتنا الجميلة داري مي وبقيادة المايسترو أحمد حسام، وميرسي على الأغنية الحلوة دي، دي مفاجأة حلوة على فكرة، احنا ما كناش عارفين يعني. أقل شيء يتعمل لكم القناة المحببة والقناة الجميلة قناة تين بيكو، وانا سعيد جدا بالتواجد في بيتي. ربنا يخليك يا رب ومنورنا دايما. في ذكرى 23 يوليو لازم يكون حيات موجود معانا، لازم خليك. الامارات دول يكونوا موجودين معانا، انا قاعد ببص على واحد في واحد فيهم مفرحانين ومش بيأدوا بس، لا ده هم عايزين يعملوا حاجه بجد وعايزين بالزبط. يحتفلوا معانا النهارده بجد. بالظبط بالظبط يا احمد. 23 يوليو ان شاء الله هنقدم اغاني مستوحاه من ثوره يوليو. هنقول هنبدا باغنيه جميله جدا من احلى الاغاني، اغنيه بتاعت دوار، هتغنيها ملك ايمن. يلا اتطور 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 اتطور
علينا والدنيا تلاقيت في ايدينا ضغط القدر شافتها علينا والدنيا تلاقيت في ايدينا واللي خلقها فرقها علينا كنا عبد وبقينا اسياد كنا في الليل والنور انجاد كنا عبد وبقينا اسياد كنا في الليل والنور انجاد كنا صغار وبقينا كبار عطور الله عليك يا ملك. الله عليك يا ملك. انا اول مره اشوف ملك. ملك هايله. دي انضمت جديد للفرقه. هي منضمه جديد للفرقه وانا دايما بقدم معاكم كل ما تستحقوه. لا هي هايله من رقي ومن فن هادف. وانت تستحق مننا كمان التحيه بيني وبينك لان ملك صوته حلو ماشي ما عارفينه. الاداء اللي بتعمله ده انت زارع حاجه فيها. انت زارع فيه. احسنت. بجد. احسنت يا احمد. ده شغلك. احسنت. بجد. عايزين تسمعوا مين فيهم؟ لا انا همشي على كلهم نجوم في الحقيقه. همشي على دي. انا قاعد مستمتع صراحه فانا مش مذيع النهارده. انا قاعد مستمع. ماشي يا احمد. اوكي حاضر. هنغني مع اقول مين؟ تعالى يا زياد هنقول اغنيه من احلى الاغاني. اغلى اسم في الوجود. الله. زي ما انت. الله. يلا برضه صح. كريم. زياد. كريم. زياد. زياد. فعلا جديد. فعلا. صح. برضه شفت جديد. انا حفظت الوجوه. جديد فعلا. البنوته الحلوه بقى اللابسه على مصر. البنوته الحلوه هتسمعنا حاجه حلوه قوي. عاملين جمله صغيره. تمام. هتسمعنا عن الثوره. ريم.
ريم برضو من جديده صح؟ ريم جديده؟ ايوه يا ريم، ازيك يا ريم؟ كلمي بصي كلمي. عندها كام سنه؟ عندي كام سنه يا ريم؟ الله الله هتسمعي لنا ايه بقى عن الثوره؟ يلا 1 2 3 بسم الله، باسم الشعب، باسم الأمة، وباسم النيل، باسم الثورة يا بلد يا حر، باسم الصبح، باسم الليل، باسم الفرحة اللي بتغطي وش العيل وش الشيخ، اشهد ياللي بتسمع صوتي، هات قلمك واكتب يا تاريخ. هايلة 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 هايلة. النهاردة احنا عاملين حاجات كتيرة، عاملين انترو للبرنامج انا اول مرة اعمله، وقدم لكم فقرة جديدة برضو اللي احنا بنقول ان ولادنا كلهم بخير، ولادنا كلهم جمال، وان شاء الله دايما مصر سباقة في كل شيء ان شاء الله. طمنتنا على ولادنا، شفت زياد هو بيغني يا مصر رفع راسه، عجبني قوي فعلا. يعني هو بيقول يا مصر بيروح رافع راسه، في فخر ان هو بيقول يا مصر. وهاخد من حضرتك اخر الجمله حضرتك قلتها، وهنقول اغنيه تحيا مصر. تحيا مصر. شاهد احمد يلا. جميلة قوي قوي قوي. لا وشاهد عينيها مع المايسترو امتى؟ انا بحب الفنيات اصلا، انا بحب اركز قوي، عينيها معاك وتفصح امتى وتسكت امتى. هايلة يا شاهد هايلة. اسمعكم اغنية من احلى الاغاني، احلى بلد. يلا طبعا. صح يا كريم؟ يلا بينا كريم. كريم حاتم.
اقول يا مصر نادي علي الشقي ده هيقول ايه؟ ده شقي جدا. انا حاسس كده مش سهل ده جدا. جدا هيقول اغنيه من احلى الاغاني افكرك بعملاق الموسيقى سيد درويش. الله هنقول هنقول اغنيه قوم يا مصري مصري دايما بتنادي. الله كنت مستني ايه ده سيد درويش ده كان لازم نبدا بيه ده حاضر اقوى حاجه يعني هو كله قوي طبعا بس سيد درويش حاجه تانية. محمد إيهاب يلا بينا يلا عليك
الجميلة دي. الله عليك كده، الله عليك في المصطلح. عرب واتقان وتمكن. هو صوته ضيع قوي ده، لسه لو لعب راح في مقسوم قاعد راح خليه معاك في الوطن. لا ده انت تعالى اقعد بقى. يلا هتشتغل وساعد مايسترو. مايسترو لا والله بجد صوته يروح في حتت كتير. محمد إيهاب على فكره كلهم لو حضرتك تلاحظ ان هم كلهم بيتوظفوا حسب امكانياتهم الصوتيه. طبعا برافو عليك. الوظائف دي وخلي بالك انا دايما براعي ان احنا بنقدم الاغنيه الكلاسيكيه القديمه قوي. عايز الناشئ ده يتعلم ده. طبعا الاولاد لما يطلعوا ثقافه وفكر. احنا بنعمل دي قوه مصر الناعمه في الوقت الحالي. استاذ الرئيس طبعا مهتم بكل النواحي الثقافيه والفنيه تمام، وكل الوزارات المعنيه بده بنعمل ده. هو ده املنا وهو ده جيلنا. هسمعكم حاجه قدام وقت قد ايه. هو دي اغنيه الختام. دي اغنيه الختام. يعني احنا هنختم مع المشاهدين دلوقتي، نستاذنك عشان نختم مع كتاب الاغنيه بقى. اتفضلي. فطبعا مشاهدينا احنا هنختم دلوقتي مع طبعا فرقتنا الجميله بقياده المايسترو احمد حسين، فرقه داري مي ميوزك، وباغنيه ان شاء الله يعني تعجبكم بمناسبه طبعا ثوره 23 يوليو. كل سنه وشعب مصر كله دايما بخير ومنتصر. صباح الخير يا احمد. صباح الورد عليك يا ماما. صباح الورد على كل مشاهدينا، وزي ما قالت ماما كل سنه وحضراتكم بخير وطيبين وفي انتصارات دايما ان شاء الله. Yeah.